اما هلا ليا بننتقل لاولى محطاتنا لليوم، ننتقل من اغرب المهرجانات حول العالم لسوريا اللي قدمت عبر التاريخ رسائل حضاريه وانسانيه عبر الزمن، والاهميه اللي اكتسبتها على الصعيد التاريخي والجغرافي، كيف استمرت رغم كل الصعوبات ورغم كل التحديات والحروب المتتاليه، بس القيم الحضاريه بسوريا مع الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن اهميه موقع سوريا الجغرافي واحتضانه يمكن عبر الحضارات وعبر التاريخ اهم المهرجانات. سوريا هي وسط العالم، كانت خاصه بالعالم القديم كانت وسط العالم، موقع الاستراتيجي اهل تكون على تواصل حضاري وتجاري مع العالم، من هيك نشأت كتير حضارات مهمة بسوريا. وسوريا يعني منقول حكمة العالم وعلمت العالم كتير. هنحكي بعض المحطات اللي صارت. أول شيء علمت الحرف. الحرف اللي طلع من سوريا من 10,000 سنة قبل الأبجدية. أول حرف، أول إشارات كتابة كانت بسوريا من 10,000 سنة. بعد منا اتطورت الكتابات. هي هون مهرجانات للكتابات. أول كتابة هي عمرها 10,000 سنة اللي هون. بعدين صارت المسمارية من 1400 قبل الميلاد، وأرشيف إبلة الشهير طبعاً اللي 17,000 يورو قيم، وتطورت الكتابات. بس أنا بقول إنه من أرشيف إبلة طلعت اللغة العربية، هذا كتير مهم، لأنه كان في نظريات إنه اللغة العربية إجت من الجنوب. بعد اكتشاف أرشيف إبلة ولغة إبلة ثبت انه 1200 كلمة وجملة وتصريف فاعل حتى حرف الضاد موجود بإبلة. لذلك نحن اول شيء قدمنا للعرب مو بس للعالم اللغة العربية اللي اجت من سوريا. هي موضوع الكتابات. قلت سوريا سيطرت وحكمت العالم. هلا بالألف الثاني قبل الميلاد، هي بانوراما الانجازات الفينيقية. بالألف الثاني قبل الميلاد حوض المتوسط بالكامل كان فينيقي. والإنسان السوري الفينيقي قدم للعالم عبر المتوسط شجرة الزيتون والكتابة والموسيقى وأول ألعاب رياضية منظمة. بسوريا في ملعب عمريت 1600 قبل الميلاد بيسع 11,000 متفرج. 11,000 متفرج 1600 قبل الميلاد يعني عندهم 3600 سنة. هاي نحن الفينيقي اللي قدمه. قدم القوارب، القوارب اللي مربطة بالأخشاب بخوابير الأخشاب، وهي كانت جابت حتى القوارب أو البواخر السورية وصلت لجنوب أمريكا. كاتبة ألمانية ذكرت الشيء هذا أنه وصلت لجنوب، لأنه اكتشفنا بجنوب أمريكا والأصباغ وكل شيء. يعني الحضارة الفينيقية هي كتير أكتر شيء قدمت ل العالم، الحضارة الفينيقية السورية. إذا بنرجع كمان لأرشيف إبلة، أنا لابد أنه دائما أذكر إبلة. صحيح. معشوقتي. أرشيف إبلة قدم كثير، وإبلة قدم كثير. إبلة ربطت الطرق التجارية بالعالم، أو سيطرت على الطرق التجارية. هلا بهداك الوقت اللي بيسيطر أو لهلدا اللي بيسيطر على طرق التجارة هو بيسيطر على العالم. وإبلة سيطرت على كافة الطرق التجارية من 5,000 سنة. وإبلة قدمت للعالم نصوص طبية ووصفات طبية بالألف الثالث. عقد بإبلة أول مؤتمر طبي، أول برلمان، أول مدرسة. يعني نحن أول تعليم قدم للعالم هو كمان من إبلة، أول مدرسة بالعالم. أنا ذكرت كتير عن إبلة. إذا بننتقل لمراحل تانية، سوريا قدمت أباطرة. صحيح. لروما بالقرن الثالث تقريبا الميلادي، روما كانت محكومة بأباطرة سوريين. هلا بفوت على المتحف الوطني بدمشق بلاقي أكثر الآثار بتعود للقرن الثالث ميلادي، فترة الحكم السوري لروما. هذا اللي كنت بدي أسألك عنه أستاذ عبد الرزاق، هي أهم الشخصيات السورية اللي صدرت الحضارة السورية. خلينا نحكي عنها شوي ونفصل أهم الشخصيات السورية. هلأ هي الشخصيات، أهم الشخصيات هو مثل فيليب العربي.
هذا من شهبة من جنوب سوريا، حكم روما من 244 ل 249 وفترة ذهبية كانت حكمه. صحيح. وفي مجموعة أباطرة جوليا دومنا الأميرة الحمصية وعائلتها ألكسندر وكاراكلا تقريبا حكموا 40 سنة كمان وقدموا كتير لروما. اللي أكثر من هيك الشخصيات كتير كتير مهمة أنا دائما بذكرها، المهندس المعماري الدمشقي. نحن مو بس حكمنا روما، عمرنا روما. هلأ اللي بيروح لروما بيتباهوا بالآثار اللي موجودة بروما، هي تصميم وتنفيذ المهندس المعماري أبولو دور الدمشقي، عبده الدمشقي بيقولوا له هون بسوريا. كل الآثار خاصة عبود الترجان الشهير وقوس الترجان والأسواق والمسرح، كل اللي بالآثار الموجودة حاليا بروما بتتباهى فيها روما، وهي منتج سياحي رائع بالنسبة لإيطاليا، تصميم وتنفيذ المهندس المعماري. طيب بشو بيتميز، انه كيف نحن فينا نعرف انه هيدا التصميم هو تصميم أبولو، هو تصميم موجود سوري موجود مذكور مذكور، ولكن شو الشيء المميز في ان كان بالنكهه الدمشقيه او النكهه السوريه او هلا النكهه الدمشقيه؟ خلينا هيك نحكي مو بس بروما، بكل شيء يعني اذا رحنا زرنا بدنا نعرف انه هذا الشيء سوري. انا بيجي زوار لسوريا بيقولوا لي انه هذا شيء سوري، لانه العمارات هي كانت موجوده بسوريا. حتى مثلا باسبانيا، نحن بالقرن الثامن رحنا لاسبانيا، جيش الشام وصل لاسبانيا والصين وتركنا كثير معالم. وقت يصل اي سائح، وفي ناس مهمين اجوا لسوريا قالوا لي نحن كنا باسبانيا، والدليل السياحي الاسباني قالوا ان هذا فن معماري دمشقي، يلي احد انواع الفن المعماري الدمشقي هو استخدام الحجر الملون ابيض واسود، هذا بيقولوا له ابلق، وهذا فن معماري دمشقي حصرا، ما اجى من اي ردنه ثانيه. ونحن وقت اخذناه لروما بالقرن الثامن ما كان في ناس ثانيين يعني جابوه. مثل شو عندنا بالشام؟ مثل عندنا بنو خان اسعد باشا، والبيوت الدمشقيه كلها، بيتي بدمشق هو في ابلق، في ابلق، يعني نحن تركنا بصمات. يعني مو بس هيك، حنحكي هلا كمان في شغلات كثير الناس قدموها، يعني سوريين قدموها للعالم من فجر التاريخ لليوم. لليوم هلا من ضمنه كمان المسيحية، دين المحبة طلع من دمشق برحلة بولس. لولا رحلة بولس من بيت حنانيا ما كان في مسيحية بأوروبا. مو بس بولس، كل تلاميذ المسيح كان بالنسبة لهم دمشق مقصد ومنطلق، مثل القديس توما توجه للشرق للعراق وإيران والهند ونشر المسيحية بالهند، واغلب تلاميذ المسيح كلياتهم انتشروا وطلعوا من دمشق. لانه ليش اجوا لدمشق؟ دمشق كانت على تواصل حضاري وتجاري مع العالم. صحيح. سهل انه يتواصلوا مع العالم من خلال دمشق. حتى دين الاسلام كمان طلع من دمشق. نحن بالقرن السابع والثامن الميلادي جيش الشام وصل للصين واسبانيا، نشرنا دين الاسلام، دين السلام كمان من دمشق. اذا عم احكي كمان عن المسيحيه، نحن في ست باباوات بروما، ست باباوات بروما من سوريا. من أي سنة كانوا؟ عدة سنوات، عدة مراحل. عدة مراحل. عدة مراحل. هن البابوات لهلا موجودين، بس ستة منهم، عدد كبير، ستة منهم من سوريين. مو بس هيك، نشرنا الطب، نشرنا المعرفة، نشرنا اللغات، نشرنا الألعاب الرياضية. في بالعصور الثانية مثل ابن النفيس الدمشقي يلي اخترع الدورة الدموية الصغرى، وهو صحيح. كان كحال وكان طبيب وكان فيلسوف بالقرن 13. هذا قدم علوم كتير طبية لحد اليوم بتتدرس في كتبه، بتتدرس بالجامعات لهلا. يمكن حكينا كتير محطات مهمة معك أستاذ عبد الرزاق الحمصي عن تاريخ وحضارة سوريا، وكنا عم نحكي سابقا كمان الرياضة كان إلى جزء كبير الرياضة بتصديرها، الرياضة المنظمة. وخلينا نحكي عن حكينا يمكن سابقا عن أول ملعب قديم أسري. هلأ حكيت عنه عمريت. هلأ حتى السياحة الداخلية بيروحوا على طرطوس ما بيزوروا، هو 7 كيلومتر جنوب طرطوس. بيسع 11,000 متفرج، عدد سكان عمريت بهذاك الوقت 1600 بالمئات كان 4,000، عندهم ملعب 11,000، طوله 230 متر، عرضه 30 متر،
11000 متفرج. قديش عمره تقريبا بنحكي؟ 3600 سنة. هذا أقدم بناء بالعالم. حتى كان في عالم آثار يوناني إجا لسوريا بعتقد بال 2007 قال إنه نحن حضارة اليونان كلها سورية. قال اللغة والرياضة والموسيقى وشجرة الزيتون أخذناها من سوريا. أو السوري طلع نشرة. يعني في كتير أمور حلوة. في تعداد كتير مع إذا في لسه معي وقت إنه معي وقت. هلا لا شك لك دائما انا عم يطلعوا اليوم كل ما بطلع انه بحكي تاريخ وبحكي امجاد طبعا نحن كل شيء طلع من سوريا كل شيء طلع من سوريا يعني بيقولوا لي انه ليش عم تحكي بالتاريخ هلا قلت للمعد انه شحني ما خلص لساتني بنحب سوريا وكلياتنا بنحب سوريا في كثير ناس بتحب سوريا وسوريا حتضل قائمه بالاضافه لهالشيء نحن وقت كان عندنا فرد قوه رحنا حملنا حضاره بينما الأعداء كتير تكاتروا علينا ليدمروا الحضارة عبر التاريخ وما زالوا خاصة هاي الحرب الأخرانية نحن تعرضنا كتير لمآسي هلأ أنا بدي جيب تجارب ماضية لحتى درس لحتى اللي صار بالماضي أصعب 100 مرة من هلأ مدام لي أنا ذكرته من سنتين هالشي بعض الشغلات يعني حأرجع ما حأرجع لتاريخ كتير من 1910 إلى 1918 السفر بر صار مجاعة العسملي القزر ما خلى حبة قمح ما خلى شب إلا ما أخذهم على التجديد ومو عرفانين لوين رايحين يعني حتى الناس جاعت بطريقة مو طبيعية سوري ممكن كان يجي يدوروا عبروس الحيوانات ليأكلوه كان يجي الطنبور يلم يدق على الباب إنه عنكم ميتين من الجوع يأخذهم بعد منا إجا مرض أمراض ومجاعة وكتير حالة كانت صعبة بس بعدها نهضت دمشق حتى في فيروس اسمه فيروس الإسباني تقريبا قتل شيء 50 مليون انسان بالعالم صحيح. كمان اصاب سوريا يعني دائما نحن في عنا 10 سنين صعبين بس هدول العشر سنين عم بقول عنهم من الف وبن سنين من 1910 1918 كانوا كتير كتير صعبين رغم هالشيء طلعت سوريا ورجعت عمرت وقت اجى الفرنسي يتوقع انه سوريا منهارة قام طلع له جيش يوسف العظمي وتصدى له وعرف انه فوته مو سهله لذلك نحن دروس الماضي بتعلمنا قوه بتعلمنا قوه ولقد نعرف تاريخنا الحقيقي والمشرف والموثق عن طريق وثائق بيصير عندنا ثقة بنفسنا أكثر ومنحب بلدنا واللي عم يأذي بلدنا ببطل يأذيها إذا بدكم في مثال تاني منجيبه على المآسي اللي صارت بسوريا تيمور لانك 1401 تيمور لانك دمر دمشق وحلب بالكامل وقتل 80% من رجالات دمشق وقطع روسه ونساوى منهم برج اسمه برج الروس لهلا موجود برج الروس بعد منه اجى جراد واجى طاعون واجى زلزال كمان 10 سنين صعبين جدا بس بتعرفي انه خلال 5 سنين من 1410 1415 الرجل الدمشقي واهل دمشق رجعوا عمروا سوريا مو بس الرجل كمان المرأة لانه نحن دائما بالحروب تمكين المرأة هو حل رئيسي بإعادة الاعمار تمكين المرأة وصارت تجارب كل العالم انه وقت بعد نهاية الحرب تمكين المرأة هو احد الحلول بتجاوز المأساة والظروف الصعبة نحن تعرضنا ل 110 اعتداءات واجهناهم وكلهم انتصرنا فيهم عبر 10000 سنة كلهم كانوا انتصار بس للأسف هو اللي بيعتدي على دمشق هو خسران ودمشق عم تضل وسوريا عم تضل وهلا في بحكي بالعصر الحديث يلي بيزور حلب عم نشوف إعادة الأمر حلب قاست كتير كتير بهالحرب صحيح ولحد الآن تقاسي خمس مقاطع بالسوق القديم السوق المشهور هذا اللي عمره 800 سنة خمس مقاطع أعيد ترميمها بالكامل هذا السوق اللي طوله 10 كيلومتر ولحد الآن لحد الآن السوري حامل رسالات حضارية وتجارية طلع السوري من سوريا راح على مصر عمر مصانع بالخليج جسور وأبنية وأبراج عمرها السوري السوري راح على ألمانيا طور الطب بألمانيا صحيح. وباعتراف ألمانيا يعني السوري دائما حامل رسالة حضارية وبحياة السوري ما راح طلع من سوريا حامل تدمير وتخريب
صحيح. يعني وعبر الزمن وعبر التاريخ قديش مهم انه نحن نسمع هالبطولات لحتى لما تخف طاقتنا ونتعب نرجع نستمد هاي الطاقة طبعا. نتحمل أنا هاي الغاية اللي يعني مستمر فيها الضغط، ولكن يمكن في يعني لازم يتوثقوا بطريقة أقوى. يعني ممكن الدراما السورية قلبتها تبع ابن انتي عمي وضعت إيدك على جرح عمي، ولكن في أنا من 30 سنة يا عم نادي أنه إعادة كتابة تاريخ سوريا بناء على الوثائق السورية، أرشيف إبلة وماري وقريت وثائق سريانية وآرامية، مو خرافات وأساطير. برد بعيد، أنا في ناس عم تزعل مني هالكلمة، حتى ضمن المناهج السؤال برد بعيد في كلمة في شغلة لا تاريخنا ما له أتراك وتورات. صحيح. يعني سوري عم يطلعوا حتى بوسائل الإعلام عم يحكوا عم يخبصوا كثير بالتاريخ. أكيد التاريخ والحضارة السورية عريق جدا، وحاولنا خلال هذا الوقت القصير نضوي أهم المحطات التاريخية. وقلت جملة بالختام، سوري بيصدر الحضارة بكل مكان بيوجد فيه، مو فقط في سوريا، في كل أنحاء العالم. بالختام بدي أتشكرك الدليل السياحي الأستاذ عبد الرزاق الحمصي على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، والله يديمنا حبة. شكرا كثير لك.